ربنا يشفيه وربنا يشفيه يا رب ويرجعه بالسلامة. يا رب. ويعني أي حد يبقى موجود مفيش مشكلة، يعني أنت لازم تجرب كل الناس، ولازم تشوف الناشئ بتاعك الحارس اللي هو البديل هل يقدر يشيل لما تتزنق ولا لما تحتاجه. نتمنى إن شاء الله. أنا مش عارف عواد موقوف ولا فين، يعني هو عواد في استبعاد يعني مش في السكواد، فتقريبا بكره هنشوف حارس شاب، ما والاقرب احمد الشناوي الناشئ، والله هو محمود الوقت الشناوي عفوا. محمود الشناوي، يعني احنا بقى عندنا 3 شناوي حراس مرمى دلوقتي، يعني لا فهو محمود الشناوي احنا نديله بقى وخلاص، يعني انت ما مش هتقدر، يعني مش هتقدر تعمل غير كده، ولازم تشوفه برضه بحيث ان انت هل هتبقى عليه ولا هتطلعه عارة ولا يقدر يشيل ولا يقدر يبقى متواجد. فنتمنى ان شاء الله، يعني زي ما بيقولوا يعني الراجل مستر جوميز، المصائب لا تأتي فرادى، يعني زي ما بيقولوا. طيب عايز فانت عندك اتفضل ايه؟ اتفضل اتفضل. عندك، ما انا بقول لك عندك غيابات في كل المراكز، يعني وعندك اصلا انت عندك عدم وفرة في المراكز اللي موجودة. هل حضرتك تقدر تقول لنا التشكيل الامثل لمباراة بكرة من وجهة نظر حضرتك؟ والله ما اقدر، ما اعرفش اقول لك، لكن فتوح هيبقى ناحية الشمال، عمر جابر ناحية اليمين، واحمد مجدي ما اعرفش هيلعب بمين بقى في المساك التاني. لو الزناري جاهز، يعني الزناري موجود. يبقى الزناري موجود. عندك محمود الشناوي في حراسة المرمى، وبقية الفرقة معروفة بقى، ما فيش مشكلة، يعني ما عندناش مشكلة في الجزء بس الأمامي. لو حصل أي حاجة لا قدر الله في المباراة مش هيبقى فيه تبديلات بالنسبة له. طب هل هو البديل بقى ان انت هتحط رؤى في وسط الملعب وتلعب بدونجا مساك لو حصل حاجة في خط الظهر في المساكين، لكن انت عندك مثلا هيبقى دونجا، وهيبقى عندك عبد الله السعيد، وعندك ناصر ماهر، وعندك مصطفى شلبي، ومهاب ياسر، او مش عارف محمد عاطف مستبعد ولا موجود، مش عارف. واتمنى زي ما انا قلت قبل كده، انا اتمنى اشوف محمد عاطف، لكن مش عارف يعني في مركزه حضرتك تقصد، يعني في حابين المركز نشوف الهاف مركزه. اليمين. في الهاف اليمين فرصه ان زيزو مش موجود، ان انا اجرب ايشو، واجرب مهاب ياسر، واجرب محمد عاطف. هل حضرتك مع ان شيكابالا يبدا المباراه بعد تعافيه من الاصابه، ولا شايف انه منح بعض الوقت ممكن يديله 20 دقيقه في المباراه في اخر 20 دقيقه مثلا؟ لا يعني ما حبيتش ان هو يبدا المباراه، لان المباراه لما بتبدا لاعب راجع من الاصابه بيبقى فيها يعني ضغط كتير، فيها جري كتير. فاتمنى في نهايه المباراه مثلا في اخر ربع ساعه، اخر ثلث ساعه في اول مباراه، وبعد كده ياخد اكتر، ياخد مثلا شوط، وبعد كده لو عاوز يبدأ بيه يبدأ بيه، يعني مفيش مشاكل يعني.